السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة تغيير سؤال الامان او اسئلة الامنية في حسابك في البيبل. طريقة تغيير: كل ما عليك انك تفتح حسابك في بيبل، بعد ما تفتح حسابك في بيبل تضغط على ايقونة اعدادات، نفس ما تشوفون تضغط على ايقونة اعدادات. بعد ما تضغط ايقونة على ايقونة اعدادات بيفتح لك هذا الصفحة، نفس ما تشوفون هذا الصفحة. من القائمة الافقية تضغط على ثاني اختيار، مش الاول ايقون، خيار الثاني، تضغط على ثاني اختيار بيفتح لك هذا الصفحة. نفس ما تشوفون هنا في سؤال في الخيار الاول تغيير الباسورد، اما في الخيار الثاني هو تغيير الاسئلة الامان، تضغط عليه فبيفتح لك هذا الصفحة. يعني من هنا نفس ما تشوفون سؤال الامان الاولى، وتختار السؤال على حسب اللي تريد. مثلا انا بختار سؤال الامان، بختار سؤال ماذا كان اسم مدرستك الاولى. بختار الحين تكتب في الخانه الفاضيه، تكتب الكلمه السريه او السؤال الامان، تكتب الجواب، فما تحاول انك ما تنسى. الحين نروح للسؤال الثاني، نختار السؤال الثاني. انا بختار ما هو الاسم الاوسط لابيك، بختار انت اختار على حسب اللي تبي. بعد ما تختار السؤال الامان نفس الطريقه، الحين تحط في الخانه الفاضيه تكتب السؤال الامان الثاني، جواب الامان الثاني. بعد ما تكتب لا تنساها عشان تحتاجها، او تكتبها في ملف تكست مجله. بعد ما تنتهي من كتابه السؤال الامان تضغط على السيف، فخلاص يتم حفظ الاعدادات. هذا سؤال الامان، تم تحديث سؤال الامان. هذا هو الشرح، يعني ما بطول في الفيديو. هذا هو الشرح. اذا عجبك لا تنسى لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.